نروح لمستشفى العريش العام ومستشفى الشيخ زايد الشيخ زويد وايضا مستشفى بير العبد، ومرورا بمنطقه قناه السويس او منطقه محافظات قناه السويس، سواء في بورسعيد مستشفى 30 يونيو او مجمع الاسماعيليه في الاسماعيليه او مستشفى الصدر في السويس ومجمع السويس الحديث، ثم اذا احتاج الامر ان احنا بنروح للمنطقه الثالثه وهي منطقه القاهره الكبرى، وقبليها عندنا دمياط وعندنا جنوب سيناء وعندنا ايضا الشرقيه محافظه الشرقيه. اذا هناك خطه متكامله ورفع استعداد في كافة المستشفيات للتعامل مع الحالات في ضوء الأحداث. احنا ان شاء الله ما يحصلش اي احتياج، ولكن احنا دايما بنبقى حريصين على ان احنا نكون مستعدين بالأدوية والمستلزمات، ايضا الخزين من اكياس الدم، ايضا من كل الاحتياجات من الاكسجين. اذا وزارة الصحة والسكان من خلال توجيه سيادة الرئيس للحكومة بشكل عام ان كل جهة تكون مستعدة للتعامل مع الأحداث، واحنا موجودين على الأرض النهاردة علشان نقدر نطمئن على كل الإجراءات، وفي ضيافة سيادة المحافظ الحقيقة اللي بيدينا كل الدعم، سواء من خلال العيادات المتنقلة أو من خلال عربيات الإسعاف أو من خلال دعم الكامل في المستشفيات. فيما يخص الاحتياج أو الأطقم الطبية، فبالفعل هناك أطقم طبية اجتمعت بيهم في مستشفيات بير العبد ومستشفى العريش العام النهاردة إن شاء الله كمان. دول كلهم موجودين من كافة الاستشاريين والمتخصصين في كافة المجالات اللي أنا حكيت عنها، وهيبقوا موجودين ستاند باي في احتياج نقدر إن احنا نتعامل بشكل سريع جدا. أشكركم. طيب الوزير لو تكرمت، يعني سيادتك تفقدت اليوم معبر رفح، تفقدت الحجر الصحي، على حد علمنا وجهت بمستشفى ميداني في معبر رفح، وتفقدت كافة المستشفيات في شمال سيناء المستعدة طبعا لاستقبال الجرحى. هل كل هذه الاستعدادات قد تشير ربما إلى قرب فتح معبر رفح؟ وهذا طبعا السؤال يأتي بعدما ترددت أنباء الصباح اليوم عن قرب فتح المعبر في 9 صباحا ولم يتم فتحه، ثم علمنا أن التعطيل يأتي من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي هذا الاستعداد وهذا الاستنفار في القطاع الصحي المصري لاستقبال الجرحى، هل يشير إلى ربما معلومات جديدة عن إمكانية فتح المعبر في الساعات المقبلة؟ لا طبعا، احنا بالنسبة لنا كجهة تنفيذية احنا بنستعد، ولكن القرار السياسي يعود إلى طبعا القيادة السياسية في المقام الأول، وبالتالي ليس بالضرورة وجودنا النهاردة هو له إشارة ما. واحنا عملنا الكلام ده قبل كده في السودان لو تذكروا حضراتكم، كنا ايضا سباقين ورحنا على المعبر عشان نطمئن على تواجد القطاع الصحي بشكل يكفي ان احنا نقدر نتعامل مع الحدث. فبالتالي ابدا احنا انا شايف ان من حيث المعبر ومن الجانب المصري في استعداد كامل عند تنفيذ رؤيه القياده السياسيه في هذا المجال، احنا مستعدين للتعامل، ودايما احنا بنبقى يعني على هبه الاستعداد، حتى اذا تم اتخاذ القرار السياسي الان فنكون على الاستعداد للتعامل مع الموقف في ضوء تقديرنا او تقدير القياده السياسيه للتعامل بالقرار المناسب في الوقت المناسب. في الوقت الحالي طبعا احنا نستطيع ان نتعامل من خلال الطواقم الطبيه الموجوده عندنا، احنا لا يعني استعدادنا دايما يبقى استعداد داخلي. طبعا احنا غني عن التعريف ان الدوله المصريه من خلال وزاره الصحه والهلال الاحمر المصري قدرت انها توفر استعدادا للمساعدات ما يقرب من 311 طن من المعاناه الطبيه تحديدا، وايضا من خلال التحالف الوطني هناك يعني يمكن شفتوا السيارات في الخارج اكثر من 1000 طن من المساعدات. فبالتالي الدوله المصريه بكل مؤسساتها سواء المجتمع المدني او الحكومي مستعده لتقديم الدعم داخل الاراضي الفلسطينيه عند صدور القرار بالسماح بالممر الانساني للدخول. ولكن احنا في الوقت الحالي بنستقبل كما تعودنا، بنستقبل الحالات ايا كانت الحالات الحرجه اللي حضرتك تفضلت بيها، وكافه الاستعداد موجوده. يعني احنا عاملين السيناريوهات لحالات المخ والاعصاب، حالات جراحات العظام، حالات الحروق، حالات اللي هي ممكن تكون بتنتج عن النوع ده من العمليات اللي احنا متمرنين عليه كويس قوي. لكن سبق لاوانه جدا ان احنا نكون عندنا اي قرارات للمساعده داخل الاراضي الفلسطينيه، وتاني ده بيرجع الى قرارات من القياده السياسيه.
لا لا مفيش كلام، كل حاجة اللي ليها محتاجة تخزين من نوع معين ده معمول حسابه من خلال الإدارات المختلفة للوزارة، وبالتالي الأمور اللي محتاجة صيانة احنا طبعا متوقعين أيضا من خلال الطب الوقائي أن يكون في احتياج إلى أمصال، إلى احتياج إلى أدوية الأمراض مزمنة تكون يعني مش موجودة في الوقت الحالي نظرا لضعف وجود وقود أو وجود كهرباء أو وجود مياه ممكن تطول لفترة معينة، وبالتالي احنا متحسبين من خلال الحجر الصحي أن احنا نكون أي حد بيتم عبوره للمعبر في عند صدور القرار سيتم عمل الاجراءات الصحيه والرعايه الطبيه اللازمه في ضوء، فاحنا ما عندناش مشكله متهابين جدا اذا طال الامر يوم او اثنين او ثلاثه او حتى اسبوع او اكثر. ما هو ده نفس كان السؤال اللي كان الزميل سال فيه، احنا في الحال احنا بنستقبل الحالات اذا لازم الامر في ضوء ايضا القرار من القياده السياسيه، لكن لا يوجد في هذا الوقت اي داعي ان احنا نفكر ان احنا ننتقل ان احنا مستعدين للاستقبال اكتر.